الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعاً. ومع روحك أيضاً. أيها الأخوة والأخوات، في هذا اللقاء السنوي يجدد أعضاء الهيئة الجديدة الوعد، وعد الكشفي. نصلي من أجلهم كي يكونوا نموذج وقدوة لكم جميعاً. نندم الآن على خطايانا فتكون صلاتنا مقبولة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى ربي إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية.
لنصلي. أنت اللهم الحياة التي لا بدء لها ولا نهاية، أنت أصل الخلق أجمع، فإذ نقرب لك أوائل سنتنا الجديدة، أنعم علينا بسنة خير عامرة بأعمال البر والقداسة، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من رسالة القديس بولس إلى أهل قرنثوس. إن المواهب على أنواع، وأما الروح فهو هو، وإن الخدمات على أنواع، وأما الرب فهو هو، وإن الأعمال على أنواع، وأما الله الذي يعمل كل شيء في جميع الناس فهو هو. لكل واحد يوهب ما يظهر الروح لأجل الخير العام، فلأحدهم يوهب بالروح كلام حكمة، وللآخر يوهب وفقاً للروح نفسه كلام معرفة، ولسواه الإيمان في الروح نفسه، وللآخر هبة الشفاء بهذا الروح الواحد، ولسواه القدرة على الإتيان بالمعجزات، وللآخر النبوءة، ولسواه التمييز ما بين الأرواح، وللآخر التكلم باللغات، ولسواه ترجمتها. وهذا كله يعمله الروح الواحد نفسه موزعاً على كل واحد ما يوافقه كما يشاء. كلام الرب. الشكر لله. المزمور: فتجدد مثل النسر شبابك. فتجدد مثل النسر شبابك. الرب رؤوف رحيم، طويل الأناة، كثير الرحمة، لا على الدوام يخاصم ولا للأبد يحقد، لا على حسب خطايانا عملنا ولا على حسب آثامنا كافأنا، بل كارتفاع السماء عن الأرض عظمة رحمته على الذين يتقونه. فليتجدد مثل النسر شبابك. بارك الرب يا نفسي ويا جميع ما في داخلي اسمه القدوس. بارك الرب يا نفسي ولا تنسي جميع إحساناته، هو الذي يغفر جميع آثامك ويشفي جميع أمراضك. فليتجدد مثل النسر شبابك. يفتدي من الهوة حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة، يشبع سنيك خيراً ويتجدد كالعقاب شبابك. الرب الذي يجري البر والحق لجميع المظلومين. صليبه ويتبعني لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. هللويا
شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. وكانت جموع كثيرة تسير معه، فالتفت وقال لهم: من أتى إلي ولم يفضلني على أبيه وأمه وامرأته وبنيه وإخوته وأخواته بل على نفسه أيضا، لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. ومن لم يحمل صليبه ويتبعني لا يستطيع أن يكون لي تلميذاً. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. أعزائي الكهنة، أعزائي الشباب والشابات المنتمين إلى الحركة الكشفية ضمن مطرانية اللاتين في الأردن، شعاركم هذه السنة كان: فليتجدد كالنسر صباؤك أو صباؤك، تمشي مع فتح الكاف وكسر الكاف. ليش النسر يصبح رمز الشباب؟ وما هي رمزية النسر عالمياً وكنسياً؟ لأنه معروف إنه النسر في العالم كله هو رمز لأشياء كثيرة. فمثلاً كثير دول النسر موجود على العلم أو موجود كشعار للدولة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية شعارها النسر، وليس فقط الولايات المتحدة. الكنيسة أيضاً تستخدم النسر كرمز، والكتاب المقدس يذكر النسر أكثر من 3 مرات. لنستكشف رمزية النسر ثقافياً وكنسياً، بعدين نشوف ما معنى هذه الآية بالنسبة لكم اليوم: فليتجدد كالنسر، خليها بالجمع، صباؤكم، عشان لا نكسر ولا نفتح الكاف. يقال إنه النسر من أسرع الطيور، بيقدر يطير بسرعة 200 ميل يعني 300 كيلو متر بالساعة، وهذه سرعة نحن لا نقدر عليها. النسر يحلق عالياً جداً، أعلى مسافة علو يصلها طائر هو النسر، وكأنه يريد أن يقترب من الشمس. عنده عيون جانبية تسمح له بأن يرى إلى اليمين وإلى اليسار بنفس الوقت، ونحن البشر لا نستطيع أن نرى اليمين واليسار مثل النسر. يعني تقريباً النسر بيشوف 360 درجة لأنه عيونه هي جانبية، بينما نحن نرى أكثر شيء 180 درجة، بنشوف شوية على اليمين مش كثير وشوية على الشمال، لكن نرى. عيون النسر 8 مرات أقوى من البشر. يعني إحنا مع مكبر 8 مرات نستطيع أن نساوي النسر. إذن النسر من العلو يرى أصغر وأدق الأمور وبموضوعية، وهذا يساعده على الصيد لأنه يعيش من صيده، إذن يعيش من النظر إلى الحيوانات التي يريد أن يصطادها. النسر يطير بسرعة وبعلو لسبب بسيط، إنه وزنه خفيف. النسر مزبوط يبين كبير وجناحيه بيمتدوا لمترين على الأقل، لكن وزنه خفيف، عظمه جوا فاضي، وهذا يسمح له بالتحليق. يقال إنه وزنه 6 كيلوغرام في أكثر الظروف، وهذا ووزنه يأتي خصوصاً من الريش،
ريشه يوزن، والريش يساعده في التحليق وفي الطيران. ويقال بأن النسر يطير بدون جهد بسبب اتساع مدى الجناحين، ما بيعمل جهد كثير حتى يطير، الهواء يحمله بسرعة وبقوة. عمر النسر، أقصى عمر للنسر 50 سنة، وهذا عمر لا بأس به بالنسبة لطائر. لكن يقال بأن النسر بجدد شبابه، كيف؟ يقال إنه لما بيكبر بشعر حاله منقار وصار أكثر من اللازم مستدير، بمنعه يصطاد، ومخالبه أيضاً أصبحت عجوز عاجزة، فيقال إنه بيكسر منقاره على صخرة، وبعد 50 يوم ينمو له منقار جديد قوي يساعده على الصيد. وأيضاً قوة النسر في مخالبه، يقال إنه بيكسر مخالبه فتنمو مخالب جديدة تساعده على الصيد، إذن هو يستعيد شبابه. أصبح النسر رمز الصبر، النبل، الحرية، القوة، الرؤية الواضحة. الكتاب المقدس أيضاً استخدم رمزية النسر. في العهد القديم ربنا حكى للشعب العبراني: وأنا أحملكم على أجنحة النسور، يعني حتى أحرركم من عبودية فرعون أحملكم على أجنحة النسور، يعني دلالة على قدرة ربنا إنه يخلص شعبه، لأنه نسر قوي وربنا عنده قوة إنه يحمل شعبه من مكان إلى آخر بسرعة النسر حتى يقدر يخلص هذا الشعب. بالإضافة إلى الآية: فليتجدد كالنسر صباؤكم. موجود كمان رمزية النسر في سفر الرؤيا، لما التنين تذكره حاول يفترس المرأة. رمز قصة سفر الرؤيا أو سفر الرؤيا هو كتاب رمزي، المرأة رمز الكنيسة أو رمز مريم العذراء عليها السلام، التنين رمز العالم الذي يريد أن يضطهد الكنيسة، رمز الشر والخطيئة. عندما حاول التنين أن يفترس المرأة يقال بأن النسر أجا نسر حملها إلى مكان آمن. فالنسر في الكتاب المقدس هو رمز للخير وليس للشر. مشان هيك استعملوا النسر كرمز لإنجيل يوحنا الإنجيل الرابع. رمز الإنجيل الرابع هو النسر، لأنه يوحنا الإنجيلي في إنجيله في كلامه عن السيد المسيح حلق عالياً جداً، لاهوتياً هو أعمق إنجيل وأعلى إنجيل، هو الإنجيلي المحلق، لذلك استخدم النسر كرمز لإنجيل يوحنا. وأخيراً على مستوى الرمزي، يرسم النسر كثير مرات على جرن المعمودية، تعرفوا ليش؟ ليش النسر يرسم على جرن المعمودية؟ لأن المعمودية هي الميلاد الثاني. نحن أيضاً بدون ما نكسر منقارنا ونكسر مخالبنا، فيش عندنا مخالب ولا منقار، نحن بالعماد بمياه المعمودية نتجدد ونصبح إنساناً جديداً، نتجدد روحياً، والله هو الذي يجددنا، نحن نخلع الإنسان القديم ونلبس الإنسان الجديد. متى أيضاً نتجدد؟ في سر آخر يجددنا، هو عماد ثانٍ. سر؟ حاب أسمع الكلمة منكم شباب. سر التوبة، نعم سر التوبة يجددنا، لأن الخطية هي قيد، هي ثقل، هي قيد، هي ثقل. عندما نتخلص من القيود ومن الأثقال نحن نستطيع أن نحلق عالياً في فضاء الله وفي سماء الله. إذن الخطيئة هي تعطينا شيخوخة مبكرة، الخطية تثقلنا، تربطنا بالأرض، بينما عندما نتحرر من هذه القيود نحن من جديد نلد ونستطيع أن نحلق بكل حرية مثل النسر. هلأ خلينا نطبق الإشي على أنفسنا. أنت ككشاف عندما تسمع آية فليتجدد
كالنسر صباؤك، صباؤك صباؤكم. ماذا يعني ذلك لنا؟ هلا بدنا نعطي بعض التطبيقات العمليه، وكل واحد فينا ممكن يستفيد من احد احدى هذه التطبيقات. يعني ما واحد يفكر كل التطبيقات عليه معناته حملناه مسؤوليه بيطلع مش عارف منين يبدا منين ينهي. لا، كلمه الله لما بتصيبنا تكفي كلمه واحده وفيها خلاصنا. اول شيء مطلوب منا نحلق عاليا، نترفع عن الامور الصغيره وعن التفاهات. في بعض مرات في حياتنا في تفاهات، حكى لي هيك الا افرجي الا اربي، حكى لك هيك مشيها يعني بلاش تنتقم منه. كثير مرات احنا مندقر على تفاهات، سمعنا كلمه معناته لازم ننتقم لانه الكلمه جرحتنا. النسر يترفع عن الصغائر، انتم ايضا ترفعوا عن صغائر الامور، ترفعوا عن صغائر الامور. هذا اول تطبيق، ترفعوا عن الخطيئه، الخطيئه تجذبكم الى اسفل، بالعكس تحرروا من كل قيد، من كل خطيئه، من كل اثم، انتم ترتفعون وتنظرون الى الامور بعيني الله. في فرق انه انظر للامور بعيني وانظر الى الامور بعين الله، في فرق انظر للامور من وانا على الارض، وفي فرق انظر للامور وانا على الطابق العاشر في عماره عاليه، في فرق انظر الى الامور على مدى قصير او وانا راكب طياره. العالم ببين من الطياره صغير، العالم صغير، الكره الارضيه كلها بعظمتها هي احدى الكواكب الصغيره في المجره التي ننتمي اليها. المجره تبعتنا بسموها درب التبانه، فيها 200 مليار كوكب زي الارض، 200 مليار كوكب زي الارض، والارض والقمر هي من الكواكب الصغرى تعتبر. فاحنا كوكب من 200 مليار كوكب، نعيش في مجموعه شمسيه في زيها يقال، وهون ما ببالغ العلماء بيحكوا هيك، تقريبا 1000 مليار مجموعة شمسية تشبه المجموعة الشمسية التي ننتمي إليها. فإحنا أرضنا كلها هي واحد على رقم لا متناهي. مرة حاولت أحسبها طلع 21 جنبها واحد جنبه 21 صفر، رقم خيالي 21 صفر. لسه الأرقام اللي بنستعملها بليون وتريليون هذه ما وصلت توصف عدد الكواكب اللي في الكون الواسع. إذن لنرتفع عالياً، لنحلق، لننظر إلى الأمور بعيني الله حتى نرى الأمور على حقيقتها. حتى أنا أنظر إلى الأمور بعيني الله أنا بحاجة إلى أتعمق باستمرار في الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس يعكس فكر الله ويعكس حكم الله على الأمور ويعكس رؤية الله. فكل ما أنا بمتلي من آيات الكتاب المقدس، كلما صرت أحكم على الحياة وعلى الناس والأشخاص مثل الله، وهكذا أتجنب الأفكار المسبقة. وبدي أحكي عن الأفكار المسبقة، يمكن ما نحكاش عادة أو بنحكاش عادة عنها. في مرات عندنا أحكام سلبية على الآخرين، فلان هيك وفلان هيك وفلان هيك وفلان هيك، نحكم على الآخرين، إحنا بنصنف الآخرين حسب معاييرنا. وكثير مرات يقول علماء النفس بأنه إحنا عندما نصنف الآخرين نصنف أنفسنا، لأنه كل إنسان بحكم على الآخرين بمثل ما هو عليه. الشكاك بفكر الآخرين شكاكين، الحرامي بفكر الآخرين حرامية، والقديس بفكر الناس كلها قديسة زيه. أنا بعمل عملية إسقاط عندما أحكم على الآخرين. لذلك يجب أن أتجنب الأحكام المسبقة. والقديس بولس كان يقول فليعتبر كل واحد منكم غيره أفضل منه. إحنا عادة نعتبر حالنا بمقياس الكمال، وغيرنا بده مليون سنة ضوئية حتى يوصل ما وصلت عليه،
هذا الإنسان المتكبر، بينما الإنسان المتواضع يعتقد إنه الآخرين أفضل منه وبيحاول يتعلم منهم بدلالة قول القديس بولس: فليعتبر كل منكم غيره أفضل منه. بعطيكم نصيحة جربتها وممكن تنفعكم حتى نكون إيجابيين في تفكيرنا. في طريقة إنه قبل ما ننام آخر النهار نفكر بعشر أمور إيجابية أنجزناها لوحدنا أو بالتعاون مع الآخرين. كل يوم إحنا بنعمل خير، كل يوم بننجز، بس إحنا كثير مرات منوقف عند الأمور السلبية وننسى الأمور الإيجابية اللي عملناها بنعمة ربنا، لأن الأمور الإيجابية دائماً بنعملها بنعمة ربنا والأمور السلبية نعملها بشطرتنا، لأن إحنا لوحدنا لا ينتج منا وعنا إلا الضعف. إذا كل ليلة أنا بحاول أتذكر عشر أمور حسنة نجحت فيها، أو عشر نعم ربنا أعطاني إياها، أو عشر إنجازات قمت بها ولو إنجازات صغيرة، مثلاً حضوركم لاحتفال اليوم هذا إنجاز عليه 5 نقاط يعني من العشرة، فهذا إنجاز، ليش ما تحطوه اللي بينجز الوعد هذا عن 100 نقطة يعني إشي إيجابي. أنت اليوم وعدت ربنا بالأمانة والوفاء، فإذا كل يوم أنا بتذكر لمدة شهر 10 إنجازات 10 نقاط إيجابية 10 نعم حصلت عليها من ربنا، بعد شهر بصير تفكيري إيجابي، شخصيتي بتتغير، بصير أنظر للأمور بشكل مختلف وليس بشكل سلبي. في ناس دائماً بتشكوا، بيشوفوش في الأمور إلا نصف الكاس الفاضية، نصف القنينة الفاضية، بيشوفوش الشمس اللي بتشع، بيشوفوا الغيمة اللي بتحجب بعد مرات أشعة الشمس. بالعكس الكشاف مفروض ينظر إلى الأمور بعين موضوعية، أن يرى الأمور الإيجابية، أن يرى نعمة الله تعمل عملها في كل زمان وفي كل مكان. منبارك لإخوتنا اللي اليوم بتحملوا بشكل رسمي مسؤوليتهم ويعيدون بالوعد الكشفي، ونتمنى لهم بالفعل أن يكونوا النموذج الصالح لنا جميعاً، وكل عام وأنتم بخير. فليتجدد كالنسري شبابك. إخوتي الأحباء، تحية كشفية ملؤها الحب والتقدير لكم جميعاً. بنعمة ربنا يسوع المسيح وبشفاعة أمنا مريم العذراء وبنعمة سيدنا وبركة البط المطران ويليام الشوملي جزيل الوقار، وعملاً بالنظام الداخلي للهيئة العامة لكشاف ومرشدي مطرانية اللاتين، تم انتخاب الهيئة العامة للكشاف لعام 2018-2019. ولكن في البداية اسمحوا لي أن أشكر سيادة المطران من أجل تعيين أخونا وأبونا سليمان حفاوي مساعد للمرشد الروحي للهيئة العامة هذا العام، حتى يكون سند لنا ومساعدا. فأهلا وسهلا فيك أبونا، شرفتنا وشرفت المجموعة. الأمين العام القائد ركان فخوري، نائب الأمين العام القائد ميرنا نصر، أمين السر القائد عدي قاقيش، أمين الصندوق القائد أنس دحابرة، قائد المجموعة الإرشادية القائد مجد حداد، المفوض الدولي القائد بشار معشر، مسؤول اللجنة الاجتماعية القائد غسان أبو منة، مسؤول التدريب القائد يزن معشر، قائد الفرقة الموسيقية القائد عدي الصفدي، قائد الدوري القائد عامر إدعيبس، مسؤول الإعلام القائد ستيف السالم، عضو الهيئة ممثل مجموعة مادبة القائد حبيب كوريك، عضو الهيئة ممثل مجموعة الويبدة القائد نسرين نزهة، عضو الهيئة ممثل مجموعة الحصن القائد جويس النمري،
والآن إخوتي الأحباء يتتم صلاة القائد الكشفي أمام مذبح الرب وأمام سيادة المطران وليام الشوملي، دلالة على تكريس ذواتنا لهيكل الرب وخدمة الحركة الكشفية التابعة للمطرانية في الأردن. يا سيدنا يسوع المسيح، أنت الذي بالرغم من ضعفي وعدم كفاءتي اخترتني قائدا لإخوتي الكشافة، اجعل كلامي وأعمالي تقودهم في سبيل محبتك، اجعلني قادرا أن أريهم آثار أعمالك المقدسة والإلهية في الطبيعة التي خلقتها، اجعلني قادرا أن أعلمهم ما يجب تعليمهم حتى نكون معك يا إلهي في مخيم الراحة والفرح حيث نصبنا خيمتك وخيمتنا إلى الأبد. آمين. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، إن الرب يسوع يريدنا خداما للكلمة، فلنطلب إليه أن يجعلنا بين الناس من خدامه الصالحين. لنصلي من أجل الكنيسة المقدسة، ركن الحق هو أساسه، لتكون كما أرادها عريسها الإلهي علامة أمان ورجاء ومحبة وشاهدة لسر الخلاص والحب الإلهي. ومن أجل قداسة البابا فرانسيس
وأسقفنا ويليام لكي يسبغ الله عليهما نعمه الوافرة ليستمرا في قيادة سفينة بطرس فيوصلاها إلى بر الأمان والإطمئنان. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي من أجل جميع المتألمين نفساً وجسداً لكي يلمس المسيح جراحاتهم ويشملهم بعطفه وحنانه الإلهي ويغدق على الفقراء والمساكين عطاياه لسد حاجاتهم اليومية فيتمكنوا من عيش حياة كريمة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي من أجل أن يدرك شبابنا وشاباتنا في المجموعة الكشفية أهمية دورهم في الكنيسة وفي المجتمع فيكونوا قادرين على أن يميزوا بوعي واهتمام في وسط صخب الحياة وكثرة إغراءاتها وهمومها صوت الله الذي يدعوهم إلى وقف حياتهم على خدمته وخدمة الآخرين فتكون دعوتهم للحياة الكشفية تجسيداً لمحبة الله والبشر وتأكيداً لحضوره الأبوي في العالم. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي من أجل جلالة ملكنا المحبوب الملك عبد الله الثاني وسلطاتنا الحاكمة وصانعي القرارات لكي يلهمهم الله الرحيم السبل لإرساء قواعد العدالة والطمأنينة في عالمنا الغارق في دوامة القلق والحيرة والعنف فينعم العالم بالسكينة والسلام. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي من أجل جميع الموتى المؤمنين ولا سيما الراقدين في المسيح من قادتنا وأفرادنا وأهلنا وأقاربنا لكي يسكنهم الرب الإله في سماء نعيمه. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. دقيقة صمت. كل واحد فينا بطلب من الرب ما يحتاج إليه هو وعائلته وأهله وأي نية أخرى. أيها الرب يسوع المسيح، يا من جعلت خدمة الإنجيل حقا علينا وجعلتنا بها بين الناس حملانا، نسألك فلا تأذن لذئب أن يفسد علينا عملا أو مصيرا، وآتنا أن ننجز في حقلك الكبير حصادا كثيرا. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. الخبز والخمر. من فرط حبك تألمت وبذلت حياتك حتى موت الصليب لتكفر عن خطايانا، وها نحن اليوم نقدم لك هذا الخبز وهذا الخمر رمزاً لتضحياتنا في مجموعاتنا الكشفية، فأعطنا القوة والحكمة لنكون على مثالك بالبذل والعطاء، فاقبل يا رب وبارك. الفلر الكشفي. نقدم لك يا رب هذا الفلر الكشفي رمزاً لالتزامنا في الخدمة والعطاء، فافض بنعمتك علينا حتى نستطيع إكمال رسالتنا بحب وأمانة، فاقبل يا رب وبارك. النور. لا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لكل من في البيت. نقدم لك يا رب هذا النور لتضيء أمامنا طرقك وتعلمنا أن نعلن أعمالنا لتمجيد اسمك القدوس، فاقبل يا رب وبارك. الملح. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه؟ ساعدنا يا رب أن نهتم دائماً بأعمالنا أكثر من أعدادنا لتكون خيراً ونعمة لكل من حولنا، فاقبل يا رب وبارك. شعار الهيئة.
يتجدد كالنسر شبابك شعارنا لهذه السنة، فامنحنا القوة لنقبل ونتعلم أنه لا بد من وجوب الخيار المؤلم إذا أردنا ملء الحياة، فاقبل يا رب وبارك. نشيد الوعد الكشفي. صلوا يا الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. على عتبة السنة الجديدة نقدم لك يا رب هذه الذبيحة، فلتكن مرضية في عينيك، ولتولنا طوال السنة التي دخلناها فرحين أن نواصل المسيرة في حبك الصافي الصميم بالمسيح ربنا. الرب معكم، لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي
أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الآب القدوس بابنك الحبيب يسوع المسيح ربنا، فهو الكلمة الذي خلقت به كل شيء، والمخلص الفادي الذي أرسلته إلينا متجسداً بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء مولوداً، هو الذي جاء ليتم مشيئتك ويقتني لك شعباً مقدساً، فبسط يديه على الصليب ووطئ الموت وبشر بالقيامة. لذلك إننا مع الملائكة ومع جميع القديسين نشيد بمجدك بصوت واحد هاتفين. حقاً إنك لقدوس أيها الآب ينبع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكر موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغ كمال المحبة مع حب الأعظم البابا فرانسيس رئيس أساقفتنا بيير باتيستا أسقفنا ويليام وسائر الكليروس. اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضا أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله وخطيبها العفيف يوسف، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. والآن أيها الإخوة والأخوات
لنرفع إلى الآب الصلاة التي علمنا إياها المسيح ربنا، والتي بها نلتمس غفران خطايانا، ولنقل: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف ومنح السلامة في أيامنا، وعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. تبادلوا سلام المسيح. هوذا حمل الله، هوذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. Hallelujah.
لنصلي. يا رب الأزمان، كن سنداً وعضداً لكل من شارك في هذه الأسرار المقدسة، فنحيا طوال هذه السنة الجديدة عاقدين الاتكال على حمايتك الأبوية، ونعيش في مأمن من جميع المخاطر، بالمسيح ربنا. آمين. مساء الخير جميعاً. باسم أعضاء الهيئة الجدد نشكر سيادة المطران والكهنة الأجلاء، ونشكر الجميع لإنجاح هذه الحفل. نشكر أبونا أنطون لتفضله باستقبالنا لهذا اليوم. نشكر الكورال اللي ساعدونا كمان، شكراً لكم. نشكر الخدام. نشكر الحضور جميعاً، ونخص بالذكر الأمان العام للشبيبة، شكراً لكم جميعاً. باسم أعضاء الهيئة الجدد نشكر أعضاء الهيئة السابقين اللي كانوا معنا السنوات السابقة. وبهاي المناسبة منعلن اليوم بعد التواصل مع أبونا إبراهيم رح يكون عندنا السنة مجموعتين جداد، مجموعة الفحيص موجودين معنا كمان اليوم، أهلا وسهلا فيكم، وكمان مجموعة الإسماكية بالكرك بس اليوم مش موجودين معنا، فأهلا وسهلا بالجميع، شكراً لكم. إن شاء الله بيصيروا ثلاثة قريباً، لأنه المكتوب اللي وديناه للرعاية بدأ يثمر، وطبعاً الروح القدس بيشتغل شغله، فإحنا منا الكشاف يزدهر، والحركة الكشفية في الأردن يكون لها تأثير إيجابي على الكنيسة والمجتمع. ويعطيكم العافية، بتمنى التوفيق للقائد الجديد ركان فخوري، وشكر خالص لأبونا إبراهيم وأبونا سليمان، وكان قداس رائع جميل. إن شاء الله خلال هذا القداس تجدد كالنسر صباؤكم. الرب معكم، ليكن اسم الرب مباركا. معونتنا باسم الرب. بارككم الله القدير الرؤوف، وأفاض عليكم روح الحكمة والفطنة. آمين. أنعشكم بتعليم الإيمان، وثبتكم على عمل الصالحات. آمين. وجه إليه خطواتكم، وجدد كالنسر صباءكم. آمين. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدوس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.